أصب الله بالخير صباحكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، صباح النضال وصباح الحرية وصباح الكرامة وصباح الأرض التواقع دائما لطرد المحتل والمستعمر. صباح أكتوبر يجمعنا بكم عبر برنامجكم المباشر صباح اليمن اليوم. صباح الخير يا سمر. صباح الخير يا صبري. بداية أسبوع يا رب مليئة بالخير وبالأخبار السارة عليكم مشاهدين، أسعد الله صباحكم في كل مكان خارج اليمن وداخله. الصباح جميل مليء بالأمل والتفاؤل والسعادة. طبعا حلقة اليوم مختلفة، نحتفي فيها بذكرى عزيزة وغالية علينا وهي هتكون ذكرى 14 أكتوبر. صحيح، في هذا اليوم الذي نستذكر فيها الثورة العظيمة التي سوف نتحدث أكثر عنها، لكن بعد أن نعرف مشاهدين عن أبرز عناوينها وما سوف أقدمه أنا وسمر خلال هذا الصباح. طبعا فقرتنا الرئيسية كما ذكرنا هتكون على ثورة 14 أكتوبر وتأثيرها. طبعا ثورة عظيمة لشعب عظيم وأرض عظيمة، كانت من العلامات المهمة في التاريخ التي وجهت الضربة مبكرة للإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس. وفي الفقرة الرياضية مشاهدينا تمارين لتحسين التنفس وزيادة الأكسجين في الجسم. أما في التقرير السياحي فسوف نصحبكم أنا وسمر لنشاهد قصة قلعة بيت الفقيه، أحد أهم المناطق السياحية في الحديدة. وفي الملف الفني لدينا قصة مؤثرة عن نجم السينما العالمية بروس ويلس اللي تدهورت صحته وحالته الصحية في الفترة الأخيرة. وانتهى أيضا تصوير الموسم الثالث من مسلسل أمر إخلاء. ومنصة شاهد بتشوق الجمهور للموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي. وفي الملف الطبي احتفى خاص باليوم العالمي للرؤية وأطباء يوضحون أكثر عن أمراض العين الأكثر انتشارا. وفي ملف المنوعات وأخبارنا المنوعة بنرصد الفرحة بفوز المنتخب الوطني على سريلانكا بثلاثية نظيفة. طبعا سمر شجعت منتخب سريلانكا. طبعا اعتراف. ونادي الصقور السعودي يشهد بيع أغلى صقر في مزاد هذا العام. وجوجل بتتيح إجراء مكالمات فيديو جماعية عالية الدقة كخدمة مدفوعة. أما في حكاية الصباح لدينا حكاية يمنية لكن اليوم من ماليزيا عبر الزوم مع فريال مجدي منتجة البوتاكست وصناعة محتوى، نتحدث عن مستقبل صناعة البوتاكست وعن قصتها معها. إذن نذهب لنتابع النشرة الجوية ثم الاتصال المباشر مع خبير الأرصاد الجوية المهندس رشيد العريض، يبقوا معنا. بالأمس كان واحدة من الأيام العظيمة التي يجب أن يجلس فيها الآباء مع أبنائهم يحكي لهم فيها عن عظمة 14 من أكتوبر وما يمثله هذا التاريخ وما يحمله في جعبته من فخر وكرامة وكبرياء، ليتعلموا أن الدماء التي تجري في عروقهم بها كرة دم حمراء وبيضاء وكرامة. بالأمس مشاهدين احتفلنا بالذكرى الخالدة لثورة 14 أكتوبر المجيدة، هذه الثورة اللي قدم فيها اليمن وأهله تضحيات جسيمة من أجل تحقيق مبادئ وأهداف كبرى. نحتفي طبعا بهذه الثورة التي استطاعت أن تنجز الاستقلال وتطرد المستعمر البريطاني الذي جثم على صدور اليمنيين في جنوب الوطن لأكثر من تقريبا 128 عاما من تاريخ اليمن. هل تتخيلوا كيف استطاع ابناء اليمن من إجبار الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس من الخضوع لإرادتهم؟ وطبعا هذا حدث مع ثورة 14 من أكتوبر 63 اللي امتداد طبيعي وشرعي لثورة 26 من سبتمبر عام 62، وهي الحدث الأهم اللي غير حياة اليمنيين بشكل عام ومجرى التاريخ في جنوب الوطن بشكل خاص. هذه الثورة المباركة التي كانت منطلقة التحرر من الاستعمار ومخلفاته ثم تحولت إلى أيقونة أنتجت الدولة بهوية موحدة تتسع لكل اليمن، حيث تمكنت من توحيد 23 سلطنة ومشيخة وإمارة لتحقق بعد طبعا الوحدة اليمنية في 22 من مايو عام 90 كنتاج لثورتين عظيمتين هما سبتمبر وأكتوبر. وفي مثل هذا اليوم مشاهدينا انطلقت الشرارة في الجنوب من اليمن ضد الاستعمار البريطاني، وتحرك فيها رجال من جبال ردفان بقيادة راجح بن غالب لبوزة اللي استشهد طبعا مع مغيب شمس يوم الثورة، ليزداد الجميع إيمان بأن ثورتهم ستنتهي بالنصر
أو الشهادة، لتشن طبعا السلطات الاستعمارية حملات عسكرية غاشمة استمرت 6 أشهر، ضربت خلالها القرى والسكان الآمنين بمختلف أنواع الأسلحة، تشرد بسببها آلاف المدنيين العزل اللي استخدمت طبعا فيها القوات البريطانية سياسة الأرض المحروقة في هجماتها وغاراتها على مناطق ردفان. لكن كانت أهداف الثورة واضحة، أولها وأهمها تصفية القواعد وجلاء القوات البريطانية من أرض الجنوب دون قيد أو شرط، ثم إسقاط أيضا الحكم السلاطيني الرجعي مع إعادة توحيد الكيانات العربية الجنوبية سيرا نحو الوحدة العربية والإسلامية على أسس شعبية وسلمية، تمهيدا لاستكمال التحرر الوطني بالتخلص من السيطرة الاستعمارية الاقتصادية والسياسية. بالأمس طبعا مشاهدينا كانت هذه الذكرى العظيمة لثورة عظيمة مجيدة، نتحدث عنها بالتفصيل مع ضيفنا في الاستوديو دكتور أحمد قاسم الناشط السياسي اليمني، ولكن خلونا ناخذ باشمهندس رشيد العريق نتعرف منه على أجواء بلادنا ومستجدات حالة الطقس. باشمهندس رشيد أسعد الله صباحك. أهلا وسهلا بكم أخيرا في المنتدى، تحييك أختي سمر أنت وزميل نسي اسمي وكذلك صبري صبري وجميع مشاهدينا الكرام وكذلك طاقم البرنامج صبري يحييك. طولنا عليك شوية باشمهندس رشيد، يعني كنا بنتكلم عن موضوعنا فطولنا عليك شوية في الاتصال. نعم عادي. طبعا بدايه لبدء استمر هطول الامطار والتي كانت غزيره على بعض من محافظات بلادنا، حيث هطلت على 8 محافظات خاصه على بيت الفقيه وحيس والجباحي وشرق جديد محافظات الفليجه وجبل سرى وجديد مديريه لوداد محافظه عتيان وكذلك مديريه كسمة في ريمه ومنطقه سوده غرب المحويب وعلى عثمان في دمار ومديريه سعيد وجبل صبع محافظه سعيد وعبد حتى في الله الحمد لله. واستمرت الاجواء نهارا حارا حيث شكلت على درجه حراره في عدد 33.2 وفي سيئون 36.9 الحديده 35.2 عدن 33.2 وظلت الاجواء الباريه تؤثر على بعض محافظات الجمهوريه حيث شكلت فجر يوم هذا اقل درجه حراره في زمان 8.7 وفي صنعاء 9.5 وفي كل من عمران وعب 10.5. طيب يا باشمهندس رشيد، ايش هي التحذيرات بخصوص هذه التغيرات المناخيه للمشاهدين؟ نعم اختي سمر، التنبيه للمركز الوطني للارصاد الجويه في اطار النشره الاحتياطيه من تواجد نطلع لكل المواطنين من التواجد في بطون الاوديه ومرات السيول وخاصه على المنطقات الجنوبيه الغربيه وسائل سيامه وضروره الاهتمام العواصف الرعديه وكذلك من الاجواء البارده واثناء الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر في محافظات بلادنا الجبليه واجزاء من الهضاب الداخليه. نسال الله السلامه لجميع مواطنينا ودمتم بخير وتحياتنا لكم. شكرا لك باشمهندس رشيد العريقي خبير الارصاد الجويه. جماهير سبتمبر واكتوبر يا حمات الديار في الريف والبندر. جماهير سبتمبر واكتوبر يا حمات الديار في الريف والبندر. ارضنا الغالية ميراثنا الاكبر من سبا مين معين في جدنا حمير. جماهير سبتمبر واكتوبر يا حمات الديار في الريف والبندر. أرضنا الغالية ميراثنا الأكبر من سبا مين معين من جدنا حمير. يا جماهير سبتمبر وأكتوبر يا حماة الديار في الريف بنى للسدود من للقصر عمر الحضارة باسم أجدادنا تذكر. يا جماهير سبتمبر وأكتوبر يا حماة الديار في الريف والبندر. من بنى للقصور من للقصر عمر الحضارة باسم أجدادنا تذكر. يا جماهير سبتمبر وأكتوبر يا حماة الديار في الريف والبندر.
يا جماهير سبتمبر واكتوبر يا حماة الديار في الريف والبندر. يا جماهير سبتمبر واكتوبر يا حماة الديار في الريف والبندر. نرحب بكم مجددا اعزائي المشاهدين، ونبدا حوارنا طبعا مع الدكتور احمد قاسم الناشط السياسي المعرف. دكتور احمد، صباحك أكتوبري مطرز بالنضال. طبعا نحتفي بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى ثورة 14 أكتوبر، طرد الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. طبعا كما ذكرت أنا وزميلتي سمر، جثمت على صدور اليمنيين تقريبا 128 عاما. نحتفي أيضا بهذه الذكرى في ظل أوضاع صعبة جدا تمر بها البلد بسبب الحرب التي لم تتوقف حتى الآن. ما هي قراءتك للواقع اليوم بعد 60 عام من اندلاع ثورة 14 من أكتوبر؟ صباح الخير، صباح أكتوبري، سعدتم صباحا وكذلك مشاهدينا الأعزاء. نحتفي بالذكرى 60 لثورة 14 أكتوبر التي غيرت مسار الحركة الوطنية اليمنية ونقلت الشعب اليمني من مرحلة الفقر والجهل والمرض الذي عانى منه بسبب هيمنة الاستعمار إلى مرحلة جديدة، مرحلة آفاق انطلاق الثورة اليمنية نحو تحقيق الأهداف التحررية، تحقيق البناء والتطور والتقدم في الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي أسهمت في النهضة الشاملة التي تواكب التطور التكنولوجي والتقني المعاصر. كان من أهداف الثورة كثيرة جدا، وجاءت الوحدة اليمنية كهدف من أهداف ثورة أكتوبر وسبتمبر، ولكن حصلت الانتكاسة لهذه الوحدة التي مثلت قيمة إنسانية وحضارية كبيرة المتمثلة بحرب 94 التي أدخلت الشعب اليمني خصوصا في الجنوب في مرحلة استمرار الثورة لتجدد النضال وتجدد الحرب والمآسي التي عانى منها شعبنا أيام الاستعمار، حيث دخل في حروب ونزيف الدم وتدمير البنية التحتية والاقتصادية، وتجلى ذلك في حرب 2015 التي عادت عجلة التاريخ إلى الوراء وأدخلت الشعب في الشمال والجنوب في مرحلة جديدة من النضال للتخلص من قوى التمرد والظلام، قوى الحوثي التي حاولت الهيمنة على مقدرات الشعب اليمني وإعادة نهضته وتطوره. فاليوم الشعب اليمني يعيش مرحلة الاستعمار اللي هو مرحلة النضال والتحرر والتضحية والفداء، كما ناضل شعبنا في الماضي للتحرر من الاستعمار البريطاني. اليوم لا زال الشعب يناضل للتخلص من الجماعة الكهنوتية التي تريد الهيمنة على اليمن، وخاصة بالفترة الأخيرة هناك هجمة شرسة سواء في الجبهات والاغتيالات، وكذلك منع الشعب من التظاهر والتعبير عن الفرحة بهذه الأعياد الوطنية المناسبة. كنا استبشرنا خيرا بالاتفاقات الأخيرة، لعل وعسى أن يخرج الشعب اليمني من مأزقه إلى إيقاف الحرب، إيقاف الدمار، إيقاف كذا، والتوجه نحو التنمية والبناء والتطور والتقدم مسير لما يجري في العالم المعاصر من نهضة وتقدم. لكن هذه الجماعة لن تريد للشعب اليمني إلا المآسي والدمار والتخلف. طب تعتقد يا دكتور أحمد أنه يمكن أن تكون هناك ثورة جديدة أخرى؟ الثورات دائما مستمرة، وكل شعب يتأثر بما حوله من التطورات والثورات والتغيرات في المنطقة بشكل عام. فالشعب لن يستكين ولن يهدأ إلا إذا تخلص من هذه الجماعة التي تحاول قتل الشعب اليمني وحرمانهم من كثير من التطور والخدمات. طيب دكتور أحمد، عندما نعود إلى الماضي ونستقرأ الماضي
ونشاهد ماذا يعني الاستعمار البريطاني يعني كيف كان يتعامل مع أبناء الجنوب في تلك المرحلة العصيبة من تاريخ اليمن. هل تعتقد بأنه ثورة الرابع والعشرين الرابع عشر من أكتوبر هي جاءت امتداد لثورة 26 من سبتمبر في تلك المرحلة من شمال الوطن؟ ثورة 14 أكتوبر هي جاءت نتيجة لسلسلة نضالات شعبنا اليمني في الجنوب والشمال أيضا، نتيجة الحكم الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس قرنا ونيف من الزمان. فنضالات شعب اليمني هي جاءت قبل سبتمبر بفترة طويلة، ولكن هو النضال مكمل لبعضه بحيث أن كل ثورة تأثر بالثورات الباقية. فثورة 14 أكتوبر كما كانت امتداد لسبتمبر وما قبل سبتمبر هي أيضا جاءت نتيجة تطور أو المد القومي العربي، وكذلك تطور حركات التحرر الوطني سواء في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية وفي بقية مناطق العالم، وخصوصا بعد انتصار ثورة 23 يوليو في مصر، فتحت آفاق كبيرة لانطلاق معظم حركات التحرر في منطقتنا العربية، وكذلك أيضا الثورة الجزائرية والثورة في كوبا. فهذا مهد للشعب اليمني وأعطاه العزيمة والإصرار للتخلص من الاستعمار الذي جثم على صدره وجعل الشعب هذا يعاني من التخلف والمرض والجهل. فكانت ثورة 14 أكتوبر هي لمجمل هذه التطورات التي قدمها الشعب منذ دخول بريطانيا عدن، فكانت هناك مواجهة وكانت مقاومة، واستمرت الحركات الشعبية المناهضة للاستعمار منذ الاحتلال إلى أن كانت آخر الثورة هي ثورة 14 أكتوبر الذي استمرت 4 سنوات والذي كللت بالاستقلال الوطني للجزء الجنوبي عام في نوفمبر عام 1967. طيب دكتور أحمد، يعني إذا عدنا بالتاريخ كذا للوراء، إيش كان الأوضاع والصورة في على الأرض في ردفان قبل ما تبدأ هذه شرارة هذه الثورة؟ قبل تبدأ الثورة هنا كان في حركات القبائل وكان حركات مسلحة، وكان الشعب يعاني من كثير من الويلات، وكان يعاني من البطش، وكان يعاني من الاضطهاد، وكان يعاني حتى أحيانا بفترات أخرى من قصف الطيران ومن الاغتيالات، ومن جعل الشعب أن يثور أن يحاول التخلص من المآسي التي كان يعانيها من سلوكيات الاستعمار. فالاستعمار هو استعمار مهما عمل مهما قدم، لكنه يحاول الهيمنة على أبناء الشعب، يحاول اضطهاد أبناء الشعب، يحاول حتى يعني استغلال أبناء الشعب حتى في 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 وحرمانه من مختلف الخدمات. فلذلك الشعب قرر أن ينتفض وأن يثور من مختلف مناطق الجمهورية. بدأت في لبنان لكن اشتعلت في كل مناطق الجمهورية، وأجبرت الاستعمار أن يقبل بالتفاوض لتحقيق الاستقلال وتسليم الجنوب لأبناء الشعب الذين قاموا بهذه الثورة. طبعا دكتور أحمد، أنت من مدينة الأبطال الضالع، هذه المدينة مدينة التي أنجبت مفجر الثورة راجح لبوزة. لا شك أنه أي ثورة في العالم مثلا يستشهد قائدها يعني تخمد هذه الثورة، لكن ما حصل في الجنوب أذهل يعني العالم، يعني توقدت الثورة أكثر و اشتعلت روح المقاومة أكثر أيضا بعد استشهاد الشهيد يعني راجح يعني لبوزة. ما الذي جعل ثورة 14 من أكتوبر من أهم الثورات على مستوى العالم؟ بعد استشهاد راجح بن غالب لبوزة انتفض شعب الجنوب وقرر أن لن تهدى الثورة إلا بتحقيق الاستقلال، خصوصا بعد أن نجحت كثير من حركات التحرر وكثير من الدول في استقلالها، من ضمنها مصر والجزائر وكوبا وغيرها من الثورات. فالضالع واحدة من المناطق التي قدمت الكثير وشكلت كثير من الخلايا التي كانت تقصف معسكرات الإنجليز وأجبرتهم على الخضوع والاستسلام. أضف إلى ذلك الحركة الثورية في مختلف مناطق الجمهورية وخصوصا في عدن. عدن التي كانت منبع وأساس الحركة الثورية، فكانت حركة 20 يونيو هو أول حركة أورد بعد نكسة 5 يونيو 67،
كانت حركة 20 يونيو التي أسقطت معسكرات كريتر وأحتلت كريتر لمدة 20 يوم. فكانت نجاح هذه الانتفاضة انتفاضة أكتوبر هي واحدة من العلامات التي عجلت وقربت من خروج الاستعمار وإجباره على تقديم الاستقلال إلى 30 نوفمبر. طيب يا دكتور نروح للفاصل. خلينا مشاهدينا ناخذكم لفاصل قصير رياضي نشوف فيه تمارين صباحية طبعا بجدد النشاط. وهذه الفقرة طبعا بنهتم فيها تساعد أيضا على تحسن التنفس وأيضا زيادة الأكسجين في الجسم. التمارين طبعا هي مهمة يعني لمن فاته في الصباح ممكن أيضا أنه في المساء أيضا يعمل يتمرن شوية رياضة. إذا نتابع الفقرة الرياضية ثم نعود لاستكمال حوارنا مع ضيفنا الدكتور أحمد قاسم. بشكر زمايلي في الاستوديو مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في الفقرة الرياضية من برنامج صباح اليمن. اليوم في فقرة تمارين الصباح هنتكلم عن تقنيات التنفس اللي هتساعدكم تحسنوا نمط التنفس وتحققوا الاسترخاء والهدوء الداخلي. تقنيات التنفس هي تمارين سهلة وبسيطة تهدف لتحسين عملية التنفس وزيادة الأكسجين في الجسم. من خلال تقنيات التنفس هتساعد نفسك تتحكم في الضغط النفسي وتقليل التوتر والقلق. خلينا نبدأ يومنا بتقنيات التنفس دي وحسنوا من صحتكم النفسية والبدنية واستمتعوا باللحظات من الهدوء والسكينة. دلوقتي هنشوف التمرين اللي هتقدمها لنا كوتش هنا. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا في اليوجا واللي هي البريذنج او البرانياما او التنفس. وطبعا لو اي حد راح كلاس يوجا او جرب يوجا هيبقى عارف جدا ان اي حركه بيبقى ليها النفس بتاعها، يا اما بتنفس لجوه يا اما بتنفس لبره. النهارده هنتكلم على نوع من البرانياما او البريذنج. ممكن استعمل النوع ده حتى لو انا مش في يوجا كلاس، حتى لو انا عايزه اهدي نفسي. وده بيبدا ان انا ببدا اتنفس من مناخيري من الناحيه الشمال، وبعدين بمسكها وبعدين بأكسهيل من ناحية اليمين وبعدين بعكس، فببدأ أنهيل من ناحية اليمين بمسك وبأكسهيل من ناحية الشمال. طبعا ممكن أمشي بالراحة أكتر أو ممكن أبطأ نفسي أكتر، إن أنا أبدأ أعد أنا بتنفس لجوه في قد إيه وبمسك لقد إيه وبسيب نفسي لقد إيه. ممكن استعمل النفس ده قبل اليوجا كلاس او ممكن استعمله عامه لما اكون حاسه ان انا متوتره بيهدي. شكرا. مرحبا بكم جدا اعزائي المشاهدين، نحن نعود لاستكمال حوارنا مع الدكتور احمد قاسم. طيب يا دكتور احمد، ما هي ابرز المكاسب التي انتجتها ثوره 14 من أكتوبر على المستوى الاقتصادي الثقافي الاجتماعي السياسي في جنوب الوطن في تلك المرحلة المهمة؟ هناك كثير من المكاسب حققتها أي ثورة، لازم تحقق مكاسب يعني. فثورة 14 أكتوبر حققت كثير من المكاسب، أهمها توحيد 23 سلطنة وإمارة وجعلتها في تحمل هوية واحدة بالتشرذم والتجزية. الشيء الثاني بناء اقتصاد وطني قوي، قطاع عام قادر على مواكبة التطور والنهضة. إذا خلق فرص عمل في مختلف المجالات للنساء والرجال معا. أضف إلى ذلك من مكاسب الثورة أنها حققت نهضة صحية وتربوية على مستوى الأرض الجنوب بشكل عام. أظن إلى ذلك يعني تعليم النشأ في مختلف المجالات وتطوير التعليم في مختلف مراحله من الابتدائي إلى الجامعي وما بعد الجامعي. كذلك محو الأمية، هناك تم القضاء على الأمية في الجنوب بشكل عام يعني من خلال تعليم الأميين. بالإضافة إلى ذلك الحملة الشاملة لمحو الأمية التي تمت في عام 1984. يعني هذه تقريبا هي اهم المكاسب التي حققها الثوره
ولا زالت الثورة مستمرة وتحقق كثير من الأهداف إن شاء الله لمواكبة لما يجري من تطور تقني وتكنولوجي وعلمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتطور الرقمي والذكاء الاصطناعي التي نعيشه هذه الأيام. إن شاء الله نوصل له في العاجل القريب بإذن الله. طيب رأيك يا دكتور، طبعا في الأيام الماضية كانوا الثوار وتجمع الثورات طبعا ما كانش في هذا التطور التكنولوجي كما ذكرت، تعتقد أنه هذا ممكن يساهم أكثر على أن الثورة تكون أقوى من الثورات السابقة؟ أكيد، يعني أنه الفترة التي كان فيها الاحتلال جاثم على صدر أبناء شعبنا، فكان عندهم وسائل بسيطة للمقاومة اللي هو الأسلحة الخفيفة الأسلحة، ولذلك تمكن الاستعمار من الاحتلال للفترة الطويلة هذه. فكان الناس والقبائل يحاولوا مجاراة الاستعمار، ولكن ما كانش عندهم الوسائل التطور والأسلحة التي تمكنهم من وقوف الند للند للاستعمار. يعني حتى جاءت مرحلة متطورة اللي في الستينات وأيام الثورة ومع انتصار الثورات الأخرى، وبدأ تزود بالسلاح سواء من دعم من الثورة المصرية وبعض هناك حقق تم تحقيق الانتصار للثورة. وحاليا مع التطور التقني والتطور الأسلحة والتطور العلمي، حتى الآن في فرصة لبناء كوادر مؤهلة مدربة سواء كان في الداخل أو في كليات عسكرية في الخارج تمكنهم من أو تمكن الثورة من الاستمرار في تحقيق كامل أهدافها. طيب دكتور أحمد، نجاح ثورة 26 سبتمبر في شمال الوطن ونجاح بعدها بعام ثورة 14 من أكتوبر في الجنوب، هذه الثورتين ساهموا بشكل أكبر من خلال عقد العديد من جلسات المفاوضات بين يعني السياسيين في الشمال والجنوب والسعي لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 90. أكيد، يعني فبعد انتصار الثورتين جرت كثير من الحوارات، يعني سواء في القاهرة أو في طرابلس، وتمت كثير من الاتفاقيات. أضف ذلك في حوارات في الداخل إلى أن تكللت في تحقيق الوحدة في عام 90، ولكن الانتكاسة كانت سريعة في 94 ومن ثم في 2015 عند سيطرة الحوثي أو انقلابه وسيطرته على السلطة على مقدرات الشعب اليمني. لذلك الثورة لا زالت مستمرة ومعاناة الشعب لا زالت مستمرة، سواء حرمانه من حقوقه من مرتبات وغيره. أضيف إلى ذلك أنه دمار البنية التحتية ودمار أبناء الشعب، وكذلك إزهاق كثير من الأرواح وكثير من الدماء التي تذكرنا دائما بالثورة وبمآسي التي كان يقترفها الاستعمار البريطاني بحق أبناء الشعب. طيب يا دكتور أحمد، الوحدة هل ساهمت ثورة 14 أكتوبر على قيام الوحدة؟ أكيد، يعني أكيد، يعني بعد كما قلت يعني أنه بعد انتصار الثورتين مهدت لإجراء حوارات كثيرة لقيادات الشطرين سواء في الداخل أو في الخارج، وصولا إلى عام 1990 الذي استبشر الشعب اليمني شماله وجنوبه بأن الوحدة هذه هي الخير وهذه هي المفتاح وهذه هي التي تتكامل فيها يعني مجهودات الثورتين والشعبين لمصلحتهم في بناء يمن قوي مزدهر مستقر. ولكن تأتي الرياح بما تشتهي وستظل المعاناة هي المعاناة إلى أن يأمل الشعب أن يخرج من هذه الأزمة لبناء التطور المنشود بإذن الله. دكتور أحمد، الاقتصاد الوطني يعني كان مشكلة كبرى، هل تعتقد أنه 14 يعني من أكتوبر حقق للشعب ذلك من خلال سيطرة أبناء البلد على مصادر يعني ثرواته، على الزراعة، على إيرادات ميناء عدن؟ أكيد، يعني لأنه كان واحد من الأهداف هو بناء اقتصاد قوي والسيطرة على معظم موارده الاقتصادية. فبعد ثورة سبتمبر سيطر الشعب بعد ما تم طرد الشركات الأجنبية التي كانت مهيمنة على الاقتصاد، أصبح الشعب ماسك ثروته. جاء قانون الإصلاح الزراعي لتوزيع الأراضي على الفلاحين
وخلق نوعا من المساواه، واصبح الشعب هو مالك اقتصاده من خلال التعاونيات التي تم بنائها خاصه في الجنوب، وكان معظم النشاط الاقتصادي هو نشاط تعاوني الكل مشترك فيه، واصبحت انها ملكيه معظم المؤسسات سواء الزراعية أو للثروة الحيوانية أو السمكية، هي ملك أصحاب التعاونات هذه الذي هم من الشعب. طيب المرأة يا دكتور أحمد كيف تغير وضعها أو كيف استفادت؟ طبعا المرأة أنت ذكرت أنه أكثر القطاعات تعليم وصحة تأثروا قبل الثورة وبعد الثورة، كيف استفادت المرأة وتغير وضعها قبل الثورة وبعد؟ طبعا المرأة كان لها دور كبير يعني في الثورة، يعني الحركة النسائية كانت أضف إلى جانب النقابات والطلاب، الحركة النسائية كان لها دور فاعل في الثورة، ولعبت دور من خلال خدمة الثوار وكذلك توزيع المنشورات وغيرها من الوسائل الفعالة التي أسهمت بها المرأة لخدمة ونجاح الثورة. بعد الاستقلال حصلت المرأة على كثير من الفرص سواء كان في التعليم أو في العمل، أصبحت معظم التعاونيات كما ذكرت هي ممثلة للمرأة، أضف إلى ذلك في مجال التعليم في مجال الصحة أصبحت المرأة موجودة في مختلف القطاعات، وكذلك النهضة التربوية والتعليمية أيضا المرأة يعني أخذت فرصة كبيرة إلى جانب أخي الرجل في الحصول على هذه الامتيازات، وأصبحت رائدة من رواد العمل الوطني المستفيدة من الثورة وتطورها والخدمات التي قدمتها الثورة. طيب سؤال أيضا يا دكتور أحمد، أنت ذكرت أنه في أيام الاحتلال والاستعمار البريطاني كانت هناك يعني دور من مصر في الثورة، الآن طبعا هو الحوثيين لا يقل سوء ووضع سيء عن الاحتلال البريطاني، هل ينتظر الشعب اليمني هذه الفترة أيضا تدخل من مصر أو من أي دولة أخرى لقيام الثورة؟ طبعا الحوثيين هم أداة إيران في المنطقة، ووجودهم في المنطقة هو خطر على الأمن القومي في الإقليم وفي المنطقة العربية بشكل عام، فلذلك وجود الحوثيين في السيطرة على المنطقة وعلى الممرات المائية يهدد الأمن القومي العربي، لذلك هذا من الواجب الديني والإخلاقي والسياسي والجغرافي أيضا أن توقف معظم دول المنطقة بما فيها مصر ودول الخليج للقضاء على هذه الفئة الاستعمارية التي هي أداة بيد إيران من أجل تأمير المنطقة وتأمير الممرات المائية وخلق استقرار آمن للمنطقة بحيث تخدم نهج الأمن القومي العربي في المنطقة بشكل عام. دكتور أحمد، ما هو دور المؤسسات الإعلامية والمراكز والمؤسسات الثقافية أيضا في تنوير الأجيال اليوم لتذكيرهم بعظمة أجدادهم في جنوب الوطن بما قدموا من تضحيات وأيضا خلدوا هذه الثورة التي لا يمكن أن ينساها أحد، ما هو الدور المطلوب اليوم؟ كما كان للحركة الأدبية والفنية والثقافية دور في أيام الاستعمار، فنحن دائما نسمع الأغاني التي ألهبت حماس الجماهير وحثهم على الثورة، وكثير من الشعراء والأدباء والفن فكثير من الأشعار والحماسية والأغاني كان لها دور. اليوم مع تطور وتوسع الحركة الإعلامية هناك كثير من الأدوار المنوط بالحركة الإعلامية من خلال تثقيف أبناء الشعب وتوعيتهم وتنويرهم وتأميرهم بحتى الواجب الملقى على عاتقهم في وكذلك غرس المآثر البطولية التي اجترحها أبناء شعبنا وقدم فيها التضحيات وقدم فيها الدمع في الماضي بأن يكون على الجيل المستقبل الاستفادة
ومن ما قدمه والمعرفة الكافية من ما قدمه شعبنا في الماضي لأبنائنا وآبائنا وأجدادنا بأن هذا الدور يقع أيضا عليهم في مواصلة المسيرة ومواصلة استمرار الثورة بأبنائها وأجيالها على مختلف الأزمان بإذن الله. طب برأيك يا دكتور أحمد مثلا يكون في مشروع ثقافي ضخم مثلا لإعادة التاريخ، إعادة صياغة التاريخ، لأنه حتى إلى الآن هناك من يشكك في الثورة ويشكك في دور اليمني نساء أو رجال والثوار، فبرأيك إنتاج مشروع ثقافي مثلا هيؤثر في الأجيال القادمة صح؟ هو لم أحد يعني أنه يشكك، فالثورة هي واضحة أعتقد أنه وكان مرحلة 4 سنوات تحررية، لكن يتطلب وجود مثل هذه المؤسسات ليس يعني من أجل يعني إقناع الناس بأهمية أو دور الثورة، ولكن من أجل يعني توعية أبناء الشعب وربط الأجيال، تواصل الأجيال مع بعضها البعض من خلال هذه الدور، يعني بمعنى أنه كل جيل يأتي في عليه أدوار بطولية سواء بالبناء سواء بالتنظيم سواء بالدفاع سواء بالتضحية والنضال لتحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق الحرية والكرامة. فما قدمه أباءنا وأجدادنا في الماضي لا زال اليوم شبابنا يقدمون كثير من المآثر البطولية، والدور عليهم الآن بالضبط أكثر بالضبط. هذا يدل على حسهم الوطني ودورهم الذي لن يتخلوا عنه من أجل إرساء التنمية والديمقراطية والتطور المنشود بإذن الله. دكتور أحمد قاسم شاكرين جدا حضورك معنا خلال هذا الصباح، وأيضا نتمنى أن تستمر أهداف الثورة بإذن الله تعالى التي تنهض بالشعب ليواصل مسيرة البناء والعمار كما ذكرت. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، ونتمنى أن يتحقق لشعبنا كل ما يطمح إليه من حرية وكرامة وتطور وتنمية بإذن الله. بإذن الله. شكرا. إذن فاصل ثم نعود أنا وسمر لاستكمال بقية فقرات البرنامج معكم. شكرا. ردفان في فمي كل ثائر، ردفان في فمي كل ثائر، ومن روح القبائل والعشائر. ردفان في فمي كل ثائر، ردفان في فمي كل ثائر، ومن روح القبائل والعشائر. هنا صنع العتيدة، هنا عدن المجيدة، 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 هنا اليمن السعيد، هنا الأحرار تبعث مجد غابر. هنا ردفان، هنا ردفان، هنا ردفان. شمسان في أعماق لبي، هنا ردفان في روحي وقلبي، هنا شمسان في أعماق لبي، هنا نفسي، هنا أهلي وصحبي، هنا وطني العنيد وكل حبي. هنا نفسي، هنا أهلي وصحبي، هنا وطني العنيد وكل حبي. هنا ذهبت جدودي لتصنع لي وجودي، هنا ذهبت جدودي لتصنع لي وجودي، هنا
هنا ذهبت كدودي لتصنع لي وجودي هنا ذهبت كدودي لتصنع لي وجودي وتحفظ لي خلودي وتكتب بالدماء خير المصاير هنا ردفان هنا ردفان هنا ردفان أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مجددا ونذهب إلى التقرير السياحي. قلعة طبعا بيت الفقيه التاريخية في الحديدة هي واحدة من أهم المناطق السياحية، بها تفاصيل تدل على حضارة وعظمة هذا الشعب. تقع القلعة على تل مرتفع على الجانب الشرقي من مدينة بيت الفقيه. تفاصيل أكثر مشاهدينا تشوفها في هذا التقرير السياحي، نأخذكم فيها مع كاميرا اليمن اليوم ونرجع نكمل صباحنا معكم. قلعة بيت الفقيه إحدى أهم القلاع التاريخية والمعالم الأثرية في مدينة الحديدة، يعود تاريخ بنائها للعام 1038 للهجرة. بنيت على يد الأمير مصطفى باشا وتقع شرق مدينة بيت الفقيه محافظة الحديدة. بنيت القلعة مستطيلة الشكل على ربوة يصل ارتفاعها إلى 14 مترا فوق مستوى سطح الأرض، وتقدر مساحتها حوالي 2200 متر مربع، وهي مبنية بالآجر وملبسة بالجص ما يعرف محليا بالنورة البيضاء. تتمتع القلعة بنمط معماري وهندسي فريد تعكس قدرة اليمني على الإبداع، وهي محاطة بمباني سكنية وتتكون من طابقين، ولها العديد من المرافق والغرف، ويوجد فيها مسجدا وقصرا خاصا بالإمارة، كما يوجد نوبات في أركانها من أجل الحراسة والاستطلاع في حالة الحرب. لعبت القلعة دورا بارزا في التصدي للكثير من الغارات التي استهدفت مدينة بيت الفقيه على مدى سنوات كثيرة، لكنها اليوم لم تعد تلك القلعة العظيمة في بنائها وتصميمها وموقعها الجغرافي، فهي تشكو الإهمال وعدم الاهتمام فأوشكت على السقوط والاندثار. وفي بداية ملفنا الفني، تدهورت الحالة الصحية للممثل السينمائي الكبير بروس أوريس، وكشف صديق المقرب جوردن كارون الذي كتب له فيلم مون لا ينتج في الثمانينات تفاصيل الوضع الصحي للممثل بعد زيارته له. أكد صديقه أن الممثل احتاج لدقائق لمعرفته، وأنه أصبح غير قادر على التحدث تماما لأنه فقد القدرة على القراءة. صديق ليس قال أنه يحاول زيارة صديقه بشكل شهري، غير أن أكثر ما يصدمه في مرض بروس أنه البهجة قد سرقت منه. بيشار أيضا مشاهدينا بعد إعلان عائلة النجم الأمريكي بروس ويلس تقاعده نهائيا عن ممارسة مهنة التمثيل في مارس العام الفائت، طبعا بعد إصابته بفقد النطق، أصدرت أسرته بيان جديد مطلع العام الجاري، وذكرت فيه أن الحالة الصحية للنجم تدهورت وأنه مصاب بمرض نادر جدا يعرف بالخرف الجبهي الصدغي. وبعد تحقيق نجاحات واسعة في موسمين، أعلنت الفنانة الكويتية فوز الشطي انتهى عمل التصوير الموسم الثالث من مسلسل أمر إخلاء الذي من المقرر عرضه خلال شهر أكتوبر الجاري. فوز نشرت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صور لها ولفريق العمل من كواليس التصوير، وطلبت من الله التوفيق. كمان حرصت على شكر فريق العمل لجهودهم الكبيرة. النجمة الكويتية قالت في تعليقها على الصور: الحمد لله انتهينا من تصوير مسلسل أمر إخلاء، شكرا لكل كاست المسلسل وجميع زملائي الممثلين، ما أنحرم منكم وإن شاء الله
فعلنا التوفيق وكل الشكر للمنتج الأستاذ جمال سنان وشركة كاتو ويل وكل من عمل على هذا العمل الجميل، شكرا من القلب. الصور اللي نشرتها بطلة المسلسل تداولها الآلاف من مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي اللي أشادوا بنجاحات المسلسل في الموسم الأول والثاني وانتظارهم بشغف لمشاهدة الموسم الجديد. تحظى المسلسلات الكوميدية بجمهور واسع في مختلف أنحاء الوطن العربي، ودائما ما ينتظرون كل جديد من إنتاجات هذا المجال التلفزيوني بفارغ الصبر. منصة شاهد نشرت عبر حسابها الرسمي عبر إنستغرام الصور الأولى من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي المقرر عرضه قريبا. وفي الصور المتداولة بكثرة من قبل جمهور الكوميديا ظهر أبطال العمل وهم مصطفى خاطر ومجتمعين فيما بينهم على أضواء النيران، وظهرت عليهم ملامح من التركيز وكأنهم يخططون لأمر ما. الجزء الأول من المسلسل حقق نجاح كبير حيث دارت أحداثه حول شخصية بينو مصطفى خاطر اللي يرث من والده قصر كبير ويكتشف أنه مسكون بالأشباح، وتجمعه الصدفة مع كركاري أعتقد اللي جسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبيخوضوا معا الكثير من المغامرات التشويقية. نسبة كبيرة من السكان حول العالم يعانون من أمراض العيون، بعض التقديرات تقول أنهم تقريبا نحو 1,200,000,000 شخص. تزامنا مع احتفال العالم بيوم الرؤية العالمي وهو حدث سنوي لرفع مستوى الوعي حول أهمية العناية بصحة العيون، نشر عدة أطباء متخصصين معلومات عن بعض أهم الأمراض التي قد تصيب هذا العضو المهم في جسد الإنسان وأحيانا بتتطور لفقدان البصر. أول تلك الأمراض وأكثرها انتشارا بحسب الأطباء هو جفاف العين، وهي حالة صحية تحدث عندما لا تنتج العين ما يكفي من الدموع أو النوع الصحيح من الدموع، وقد تتطور لتصبح حالة مزمنة. أبرز أعراض هذا المرض الشعور بوجود شيء ما في العين واحمرارها والشعور بالحرقان والحساسية تجاه الضوء والرؤية الضبابية. ثاني الأمراض فيتمثل في اعتلال الشبكية، وهي مشكلة العين الأكثر شيوعا لدى مرض السكري، إذ يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف شبكية العين وقد يؤدي إلى انفصالها، مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرؤية. أما أعراض المرض فهي ظهور بقع أو خيوط عائمة في الرؤية وشعور أو رؤية ضبابية وبروز مناطق داكنة أو فارغة في الإبصار، كمان عدم وضوح الألوان وفقدان البصر. الأطباء وضعوا أعتام عدسة العين الثالث على قائمة الأمراض، فمع التقدم في العمر يمكن أن تصبح عدسات غائمة، وأعتام عدسة العين قد لا يزعج الرؤية في البداية ولكن مع تفاقمها يصبح من الصعب القراءة أو قيادة السيارة خاصة في الليل. وبتشمل علامات اعتام عدسة العين الرؤية الضبابية كما ذكرنا كمان صعوبة الرؤية ليلا والحاجة إلى ضوء ساطع للقراءة ورؤية الهالات حول الأضواء والحساسية تجاهها وتجاه الوهج والألوان الباهتة. أما الحالة المرضية الرابعة فتدعى الجلوكوما، وهو مرض شائع يصيب العين لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، ويعد سبب رئيسي للعمى لدى الأشخاص الذين يتجاوز سنهم 60 سنة. أشارت الإصابة بهذا المرض أنها بتشمل فقدان الرؤية الجانبية ورؤية الهالات حول الأضواء وكمان الشعور بألم وإحمرار في العين. آخر الأمراض الشائعة التي تصيب النظر هو الضمور البقعي، ويحدث الآن الجزء المركزي من شبكة العين الذي يسمى البقعة يتآكل مع تقدم العمر ويمكن أن يسبب بقعا عمياء في الرؤية المركزية. حالة من الفرحة الشديدة لدى اليمنيين بعد الفوز الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم على نظيره السريلانكي بثلاثة أهداف دون مقابل. السوشيال ميديا شهدت تفاعل شديد وفرحة بعد فوز هذا المنتخب في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الضنك بالسعودية في ذهاب الدور المؤهلي إلى دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 20
26. المنتخب الوطني خاض مباراة صعبة أمام سريلانكا اللي اتسم بالقوة والسرعة واعتمد طبعا على الكرات الطويلة اللي بتقلق منها فرص كثيرة شكلت خطورة على مرمى حارس منتخبنا عبد الله السعدي. استفاد المنتخب اليمني من مهارات وجاهزية لاعبي المحترفين في بطولة أندية البحرين والعراق وعمان ومصر لفرض سيطرته حيث وصل إلى مرمى المنافس من خلال عدة فرص سجل منها ثلاثية بواسطة أحمد ماهر في الشوط الأول وناصر محمدو وعبد الواسع المطري في الشوط الثاني. الوسط الرياضي اليمني أشاد بأداء المنتخب متمنيا طبعا الفوز في مباراة العودة والتأهل لدور المجموعات الخاصة بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم. ويجدر الإشارة إلى أن الفوز قرب المنتخب من دور المجموعات بانتظار مباراة العودة التي ستقام في سريلانكا يوم الخميس المقبل. سجل مشاهدينا معرض الصقور والصيد السعودي الخميس الفائت رقم جديد في الصقور الأعلى سعرا في العالم. فضمن مزاد هذه الصقور بنسخة الرابعة جرى بيع أغلى صقر في النسخة الحالية حتى الآن وسط حضور وأقبال كبير من هواة الطرح والصقارين في السعودية والمنطقة. حيث شهدت الليلة الرابعة من مزاد نادي الصقور السعودي عرض الصقر قرناس من فصيلة شاهين طرح العقيلية. هي أسماء غريبة بصراحة. المهم أنه بدأت المزايدة على الصقر بمبلغ 60,000 ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 250,000 ريال سعودي بعد ما تم بيع صقر من نفس الفصيلة قبل عامين بمبلغ 650,000 ريال سعودي. يأتي هذا بعد أن كان صقر جنوب الليث قد بيع في الليلة الأولى من الموسم الجاري بمبلغ 135,000 ريال وظل محافظا على لقبه لقب الأغلى في النسخة الحالية إلى أن جاء صقر العويقلة وحطم الرقم السابق. ويتوقع أن تشهد الليالي المقبلة من المزاد صفقات قياسية جديدة. ووفقا لمسؤولي ومنظمي الفعالية فإن المزاد بيأتي في إطار الحرص على تعزيز موروث الصيد بالصقور بهدف دعم الاستثمار في مجال الصقور كمان تطوير مزاداتها وتنظيم آلية البيع والشراء فيها. يذكر أن المعرض السنوي الدولي الذي ينظمه نادي الصقور السعودي انطلق في نسخته الأولى عام 2018 لتعزيز هواية الصقارة ونقلها للعالم وإنشاء منصة للتواصل بين الهواة والمحترفين من أجل تطوير صناعة الصقارة والصيد والنهوض بالحركة الثقافية والترفيهية في جميع أنحاء العالم. في إطار مشاهدين المنافسة الشرسة اللي بتشهدها منصات التواصل الاجتماعي بشأن تطوير وسائل التواصل أو الاتصال، أعلنت شركة جوجل إتاحة إجراء المكالمات الجماعية بجودة عالية بتبلغ 1080 بكسل في منصة الاجتماعات والمكالمات المرئية التابعة لها ميت. جوجل قالت في موقعها الرسمي لأن المستخدمين سيرون توجيها لتفعيل خيار إجراء المكالمات بالجودة العالية قبل بدئها، إذ أن هذا الجهاز معطل افتراضيا ويتوجب تفعيله يدويا أو التحكم فيه من خلال قائمة الإعدادات. أضافت عملاقة الويب أنها ستبث المكالمة بجودة 1080 بكسل عندما يقوم شخص أو أكثر بتكبير مساحة الشاشة المخصصة للمستخدم الذي يفعلها. إلى جانب ضرورة تكبير مساحة الشاشة أشارت إلى أنه يجب أيضا أن يكون لدى المستخدمين اتصال سريع بالأنترنت، وإلا فإن خدمة جوجل ميت سوف تعدل من جودة المكالمة تلقائيا بحسب سرعة الاتصال. يجدر التنويه مشاهدينا إلى أن ميزة إجراء المكالمات الجماعية بجودة عالية متوفرة فقط للمشتركين في خطط جوجل وورك سبيس المأجورة، وهي غير متاحة حاليا لأصحاب الحسابات الشخصية المجانية. وإلى حكاية هذا الصباح، تزامنا مع الحظر الذي ضرب العالم في أعقاب فيروس كورونا انتشرت تطبيقات كثيرة وجدت طريقها إلى المتابعين ومن بينها البوداكست. صح. فريال مجدي من اليمن هي منتجة بودكاست وصانعة محتوى يمنية حققت رواجا بموضوعاتها طبعا اللي تناولتها عبر البودكاست. هي هتكون معايا هنتعرف منها على إيش هو البودكاست من البداية وليش اختارت هذا المجال لصناعة المحتوى بهذه الطريقة. صباح الخير معنا. صباح الخير يا فريال. صباح النور، كيف الحال؟ الحمد لله. احنا اللي نسأل عنك، ايش اخبارك؟ الحمد لله، الله يعطيكم العافيه. نتمنى ان يكون يومك سعيدا خلال هذا الصباح.
كنت تناقشت أنا وزميلتي سمر ماذا يعني البودكاست. 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 البودكاست إحنا أنا دائماً في دوراتي أو لما حد يسألني ما هو البودكاست يعني أقرب العملية نقول زي ما التلفزيون اليوتيوب هو التلفزيون الحديث الإنترنت. البودكاست هو نقول المحتوى الحديث للإذاعة، فهو يعني محتوى يتواجد على الإنترنت بشكل صوتي أو يسمى كمان التدوين الصوتي. لكن حاليا طبعا في ناس بدأوا ينتجوا بودكاست مرئي. سواء على تطبيقات البودكاست المسموعة أو المرئية على اليوتيوب. طيب في الأساس هو تدوين صوتي. هو صوت. طيب بتشوف يا فريال كذا في البداية أنه الصوتي أفضل أم المرئي؟ يعني طبعا إحنا دائما قبل التطور واليوتيوب كنا دائما متعلقين بالمذيعين في الراديو، دائما أصواتهم نحاول نتخيل ونعيش معاهم الحالة إذا كان يا سمرينا. أيضا لكن كان الراديو يعني له حالة كذا خاصة، فبتشوفي ان البودكاست لما بيكون مسموع افضل من المرئي؟ والله هو لحد الان هو ما فيش مدرسة ثابتة في البودكاست، لكن انا كفريال انا بالنسبة لي البودكاست هو الصوتي. انه من ميزة البودكاست البساطة، البودكاست ممكن تسمعه في اي وقت وبجانب مهمة اخرى تنجزها، مثلا انت في السيارة تسمع بودكاست، تسوي شغل البيت تسمع بودكاست، في الجيم تسمع بودكاست، في طريقة المواصلات أو على الباص أو على التاكسي تسمع بودكاست. فهو عمل أو محتوى لا يحتاج ذاك التركيز أو المشاهدة زي اليوتيوب اللي تحتاج أنك تكون مركز وعندك فوكس على المحتوى على اليوتيوب. لكن صحيح. البودكاست يكفي انك يعني اذنك مع الموضوع. لكن هو الان في توجه انه البودكاست يصير مرئي، وفي قنوات كثيره بدات تنتج بودكاست مسموع مرئي، لكن انا كفريال افضله كمسموع، يعني حلاوته في الاستماع. صحيح. طيب فريال يعني متى بدات الاتجاه نحو صناعه المحتوى؟ والله في موضوع صناعه المحتوى انا اشتغلت عليه من قبل 2020، لكن من فوائد حظر كورونا وجلستنا في البيت طلعت فكرة البودكاست. أنا كنت أفكر فيها من فترة طويلة، من قبل 2020 2019 تقريبا، و2020 كانت فرصة إني أطلع بأول بودكاست اللي هو بودكاست سلم. وبدأت من بعدها أنتج العديد من البودكاست سواء بشكل فردي أو مع جهات أخرى. طيب أول بودكاست لك يا فريال كان بيتكلم عن إيش؟ كان إيش المحتوى عنه؟ بودكاست سلم كان في الحقيقة. بودكاست سلم هو جاء من فكرة من توجه شخصي أو من احتياج شخصي. أنا قلت إن إنسانة مريت في تجارب كثيرة في الحياة، وكان نفسي إنه حد يقول لي هنا الصح هنا الغلط عشان زي ما نقول نمشي في سلم الحياة بسرعة. لكن كنا دائما نجرب الاكتشاف والتجربه والصح والخطا، ففكرت انه ليش ما انتج بودكاست انقل فيه سواء تجربتي الشخصيه او استضيف اخرين يتكلموا عن تجاربهم، وتتوجه للشباب بشكل خاص، لطلاب الثانويه وخريجين الجامعه والباحثين عن فرص في هذه الحياه سواء فرص تعليم او فرص عمل، بحيث انه يسمعوا تجارب الاخرين وهذا يساعدهم انهم زي ما نقول يصعدوا سلم الحياة بشكل أسرع. وعشان كده حتى حطيت سلوغن أو ثيمة تجربة واحدة تجعلك أسرع في الصعود. فمن هنا جت بودكاست سلم. طيب فريال أنت استضفت العديد من البودكاست ليحكوا عن تجاربهم، يعني ما هي أهم القصص التي لفتت نظرك؟ والله بودكاست سلم هو أنا يعني ما أنتجتش حلقات كثيرة، لكن هو كان زي ما نقول الطفل الأول اللي من خلاله استطعت إني أنطلق لعالم البودكاست وإنه الناس تتعرف علي من خلاله. لكن من أهم الحلقات اللي أنا كنت خايفة جدا إنها ما تلاقيش استماع كبير بسبب طول الحلقة اللي تقريبا كانت ساعة، كان حديث شيق مع أحد المستشارين الموجودين في الساحة اليمنية الأستاذ ماهر عثمان أوجه له تحية. تكلمنا عن التخطيط التخطيط للمسار التعليمي والمسار المهني، كانت صراحة حلقة ثرية جدا، وبعدها لقيت الكثير من
من الكومنتس والتعليقات، والناس دخلوا لي على الخاص وقالوا لي رغم انها كانت حلقه طويله لكن كانت ثريه وفيها الكثير من المعلومات، ناس كثير استفادوا منها. طيب يا فيال، انت خضتي تجربه تدريب مع شبكه اصواتنا، هي شبكه دوليه صح مهتمه بصناعه البودكاست، وتم انتاج كمان اعتقد عدد كثير من الحلقات طبعا من دول عربيه واجنبيه، وكمان ترجمه الحلقات للانجليزيه والالمانيه. كيف شفتي هذه التجربه؟ والله تجربتي مع أصواتنا كانت تجربة ثرية، تلقينا أكثر من تدريب يعني ورش عمل أونلاين، وللأسف يعني ما قدرنا نسافر بسبب طبعا عارفين يعني وضع الجواز اليمني، كمان كانت أوفلاين لكن حضرناها برضو أونلاين، وكانت تجربة ثرية استطاع من خلالها أني أتعرف على مهارات إنتاج البودكاست بشكل أكبر، وتعرفت على بودكاسترز من مختلف الدول العربية من دول أجنبية كمان تحديد ألمانيا، واشتركنا في إنتاج عدد من الحلقات سواء حلقة تتعلق بالجندر بالبيئة الشباب، واستفدت من هذه التجربة وبنت شبكة علاقات واسعة، ومن بعدها يعني بدأت سلسلة إنتاج حلقات لشبكات أخرى، ما زال في بيني وبينهم تعاون سواء في الدبلاج لبعض الحلقات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. فريال، من التجارب الملهمة في البودكاست منكم يوثق قصص الفنانات اليمنيات المنسيات من قبل الثورة اليمنية في فترة الألفينيات كجزء من المساهمة في توثيق المشهد الفني اليمني، ما القصة في ذلك؟ القصة هي بدأت من اشتراكي في تدريب له علاقة بالتوثيق والأرشفة مع مؤسسة الإسمنت الثقافية، كان يتكلم عن أرشفة التوثيق ذكريات العائلة، كان برنامج جدا رائع واسمه مشروع جمكانة، ومن خلال هذا التدريب اللي كنت في البداية متدربة فيه وبعدين صرت مدربة فيه أيضا، أدركت أهمية التوثيق والأرشفة للتاريخ اليمني، وفعلا وجدنا أنه في نقص كبير في موضوع أرشفة التوثيق التاريخ اليمني، ولما الشبكة اليمنية فتحوا باب التقديم لمشاريع لها خاصة بإثراء المشهد الثقافي والفني في اليمن، قلت لي فكرة إنه ليش ما نوثق قصص الفنانات والفنانين المنسيين، بعدين جميل. يعني جلست فكرت أكثر واستشرت وطلعنا بفكرة إنه إحنا نحتاج نوثق قصص الفنانات اليمنيات المنسيات اللي تقريبا يعني الجيل الألفينات هذا لا يعرف عنه شيء، ومن هنا بدأت الفكرة وبدأنا البحث عن الفنانات اللي ما زالوا على قيد الحياة، وحاولت ألتقي فيهم أو أتواصل معهم هاتفيا وأوثق قصص اللي انتقلوا يعني إلى رحمة الله منهم، وإن شاء الله يعني يكون في سلسلة ثانية وثالثة ورابعة إن شاء الله. طيب يا فريال، صارع المحتوى على البودكاست في شروط معينة مثلا عشان يكون محترف أكثر، يعني بيتطلب شروط معينة مثلا قبل ما يبدأ صناعة المحتوى أو يبدأ البودكاست الخاص فيه؟ يعني زي ما قلت البودكاست هو ما فيه مدرسة محددة، لكن قبل أي شيء طبعا يكون شغوف، هو شغوف بالمحتوى اللي بيقدمه، الشغف يعني الاستمرارية، إنك تقدر تستمر في إنتاج هذا النوع من المحتوى، وإنه يكون عنده محتوى جيد، لأنه في الأخير أنت مهما كان عندك معدات جيدة أو عندك نقول مونتاج جيد تأثيرات صوتية جيدة، لكن المحتوى ركيب هو الأهم، فبالتالي أيوة the content is the king في الأخير، فإذا أنت عندك فكرة جيدة ومحتوى يعني أنت تشوف أنه ممكن يفيد الناس، ممكن يكون له جمهور من المستمعين، فابدأ خلاص، يعني ما في حاجة ممكن تعيقك، وبأبسط الإمكانيات ممكن تبدأ بالهاتف فقط. صح. من التجارب المهمة هي المشاركة كعضو تحكيم في مسابقات بودكاست محلية ومشاريع ثقافية. يا فريال، ما أهمية المشاركة كمحكم، وما الذي لفت نظرك في الموضوعات التي قمت بتحكيمها؟ طبعا المشاركة في التحكيم هي تجربة ثرية بالنسبة لي فريال، كانت تجربة جميلة وشجعت بشكل كبير على انتشار فكرة البودكاست، لما جهة زي مثلا بنك اليمن والكويت اللي أطلق المسابقة، جهة عريقة وفي صنعاء نسبة يعني لهم يعني متابعين كثير على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا ساعد كثير في انتشار فكرة البودكاست، لأني أنا صراحة كنت أعاني من 3 سنوات
إنه ما هو البودكاست. يا ناس يسمعوا بودكاست، يا ناس حملوا تطبيق البودكاست، فالناس كثير مش عارفة إيش هو البودكاست. لكن مسابقات زي هذه فعلاً جعلت الشباب بشكل خاص إنهم يلتفتوا لهذا النوع من المحتوى. ودي لفت انتباهي في المشاركات إنه ما زال في نسبة كبيرة برضو من الشباب مش فاهمة إيش هو، كيف يتم إنتاج البودكاست أو ما هو البودكاست. البودكاست هو محتوى سمعي بسيط، لكن في كثير من المشاركات اللي كانت تقدم المحتوى كأنه برنامج إذاعي وهذا في فرق، أو تقدمه كأنه تعليق صوتي أو برنامج فيلم وثائقي. وكنا للأسف نرفض، نضطر إن إحنا نرفض هذه المساهمات والمشاركات لأنها لا تتوافق مع روح البودكاست. فأنا دائما أقول روح البودكاست ومحتوى مرتب وجذاب، لكن كأنه يعني دردشة أصحاب فيها البساطة والعفوية بعيد عن الرسمية. صح. فمن خلال هذه المساهمات أنا بعدين قدرت إنه في الورش والتدريبات إني أفهم الناس أكثر وأعدل على أفكارهم في إنتاج هذا النوع من المحتوى. أيوة، أنت الآن يا فريال بتقومي بالتدريب على صناعة البودكاست صح هذه الأيام؟ صح. طيب بتشوفي من المتدربين مثلا ايش اكثر الافكار؟ طبعا المتدربين اكيد من جنسيات مختلفه صح؟ انا حاليا بدات ادرب جنسيات مختلفه، اخر تدريب كان من السودان، وعندي قريبا تدريب لسوريا، والدوره السابقه كانت اغلبها من اليمن، بس كان في ناس تقول لي من مصر من فلسطين، بس في الغالب الشباب اليمني الورش السابقه يعني. طيب حوالي 10 ورش الان قدم. ايوه. طيب المتدربين معك يا فريال ايش اكثر الافكار اللي كانت موجوده عندهم اللي حابين يكون لهم بودكاست خاص فيهم عنها؟ والله افكار متنوعه، يعني في ناس تحب تنتج بودكاست ثقافيه، في ناس تحب تتكلم عن التكنولوجيا، ناس تحب تتكلم عن كتب، في ناس تحب تتكلم عن امور نفسيه، امور ثقافيه، يعني يختلف التوجه بتوجهات الشاب نفسه او البودكاست صانع المحتوى نفسه. ما فيش شيء يعني معين اكثر من شيء. نعم. طيب فريال، هل تتوقعين زياده الاهتمام بالبودكاست يعني في الفتره القادمه في اقبال كبير من الشباب عليه؟ طبعا طبعا اكيد البودكاست، ما رغم ان احنا لو يعني لو جينا نشوف كميه البودكاست الموجوده على الساحه العربيه هي كبيره، لكن رغم هذا نظل نقول انه سوق المحتوى العربي الصوتي للبودكاست ما زال يفتقر، يعني ما زلنا محتاجين مقارنه بالمحتوى اللي جالس ينتج في الغرب. لا، ما زلنا محتاجين لهذا النوع من المحتوى، وفي اقبال يزيد يوم عن يوم، وهذا ملاحظ جدا يعني، وتجربتنا في اليمن يعني خير شاهد على ذلك. اكيد. طيب بتشوفي يا فريال مثلا انه البودكاست بيكون افضل انه يكون هو مذيع واحد فقط بيتكلم مثلا بيناقش قضايا معينه طبيه او نفسيه، او يكون معاه ضيف يعني يكون في يعني نقاش بينهم وبين بعض؟ هو احنا لو جينا نتكلم عن قوالب البودكاست، في قالب السولو اللي هو الفردي، وفي قالب الحواري اللي ممكن شخص يحاور شخص، في قالب يسمى الطاولة المستديرة اللي هو أكثر من شخص. فهو يعتمد على رؤية البودكاست، على قدرة البودكاستر، وعلى قدرته. مثلا إذا هو شخص محاور هو ممكن يسويه بودكاست حواري، إذا شخص حابب إنه يتكلم لوحده ممكن يسويه فقط سولو، إذا حابب إنه يدردش معاه أكثر بحسب المحتوى ماذا يتطلب. أحيانا يكون في محتوى يفضل ويتطلب إنه لا، إنك تلتقي بشخصيات، إنك تحاور ناس، في محتوى ما يحتاج فقط انك تكون مثلا سولو فقط بشكل فردي. يعتمد على شخصية البودكاستر، في ناس ما عندهم القدرة على الحوار صح، فبيحتاج لشخص آخر يكون معه. صحيح. احيانا واحيانا لا، فهو الموضوع يعني بالنسبة لي بحسب المحتوى، بحسب البودكاستر. ما في زي ما قلت، يظل البودكاست لحد اليوم ما فيه مدرسة ثابتة ولا قوانين. طيب فريال، بحكم انك يعني تخصصتي او تمارسي صناعة هذا المحتوى الجميل، أنت بتشوفي يعني ما مستقبل البودكاست هذا في الوطن العربي؟ في إقبال من الشباب العربي عليه؟ أكيد. يعني تخيل في السعودية فقط، يعني آخر إحصائيات 5 مليون مستمع. عدد كبير. السعودية فقط عدد كبير، وهذا في السنوات الأولى، والعدد جالس يعني مع الوقت ينمو ويكبر ويتطور.
لكن احنا بس اغلب البلدان العربيه لانه موضوع الانترنت فيها يعني فيه مشكله سيء صح، فقد نواجه مشكله انه الاستماع يكون شويه ضعيف، لكن مع الوقت لا نلاحظ انه في ازدياد واقبال على صناعه الاستماع للبودكاست، صناعه البودكاست. طيب ايش المشاريع القادمه لفريال في البودكاست مثلا، في اشياء قادمه لك الجديده؟ والله حاليا انا مركزه على التدريب زي ما قلت لكم، في جهات يعني انا مرتبه مع بعض الجهات ادربها، وما زلت احاول اني انزل محتوى تدريبي مجاني ورش بين كل فتره وفتره، وانا اتمنى يعني احاول اني ان شاء الله انتج سلسله قادمه واكمل رحله بودكاست نيوكام. والحلم الاكبر انه يكون عندي منصه او شبكه بودكاست متخصصه في ارشفه وتوثيق التاريخ الفني والثقافي اليمني. طيب بتشوفي يا فريال هذه المواضيع اللي انت اخترتيها للبودكاست، كيف بتشوفي اقبال المستمعين عليها؟ يعني بتشوفي مثلا كيف بتشوفي اقبالهم عليها؟ الناس يعني في ظل الحرب اللي احنا نعيشها واللي كمان يعني على مستوى الوطن العربي بس مش على مستوى اليمن، فارثنا وتاريخنا يعني ممكن يندثر، وفي مجموعه من الشباب والمهتمين والفاعلين الثقافيين كثير مهتمين بارشفه وتاريخ هذا التاريخ، والبودكاست هو احد الوسائل اللي ممكن عن طريقها يتم ارشفه وتوثيق هذا. فاللي اشوفه والاحظه انه لا، في اقبال، في شباب كثير تواصلوا معي انهم حابين ينتجوا بودكاستات لها علاقه بالفن والثقافه، وفعلا تم انتاج بعض البودكاستات الخاصه بهذا الموضوع. طب الى الان البودكاست هو مجاني يا فريال صحيح؟ على المنصات هو الان مجاني، يعني قلقين من مسائل الاستحواذ لانه الان زي يوتيوب ميوزك يعني استحوذت على جوجل بودكاست، وفي اخبار تقول انه يعني جوجل بودكاست سيلغى وبيكون الاستماع للبودكاست عن طريق يوتيوب ميوزك، وان شاء الله خير ان شاء الله، بس ما يكونش بعدين مدفوع، لكن نتمنى انه يظل مجاني لانه اصبح يعني صح التركيز عليه اكثر، فيعني نتمنى انه يظل مجاني إن شاء الله. كلما كان مجاني كان افضل اكيد، افضل عشان يصل لعدد كبير من المستخدمين اكيد. فريال مجدي كنت معنا من ماليزيا، نحن فخورين بك كثيرا ونتمنى لك المزيد من التالق في ابداعاتك القادمه. شكرا جزيلا لك، ونتمنى ان يكون يومك سعيدا خلال هذا الصباح رغم انه في فارق توقيت بين نحن وماليزيا. صحيح. شكرا لك يا فريال. شكرا لكم على الاستضافه. نتشرف بذلك. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا، ونتمنى ان شاء الله يومكم يكون سعيد كما كان يومنا سعيد لان بدانا معكم ومع كل طاقم العمل. شكرا لكم، نتمنى لكم يوم سعيد وفي امان الله.